بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا كريم يا هادي. ومن الأسرار الكبرى هل احنا مش نقف بحول الله عند مقاربة آية 33 من هذه السورة اللي هي رقمة في القرآن العظيم في المصحف 33 أفهم بالضبط؟ يعني كان 33 تكرار التثليث، ما لهم ثلاثة وزيدت ثلاثة وزيدت ثلاثة وزيدت ثلاثة، يضرب بارقة ما تسوي شيء في القضاء والقدر. ضاربكم ربي ضاربكم، ما احنا غايبين نوعا ما الا عنا في ايران وشويه هكا في فلسطين ولبنان، عنا شويه هكا مجاهدين لكن ما وصلوش لدرجه الامه اللي يتمن بها الامم الاخرى. لا علينا، وبر ما ظهرناش في المظهر الكامل، ربي كيف يتمم النصر عليكم. احنا جانا نصر الله مبين، وحنا نزيد تعظيم لله دائما، ولو كنا في هذه الأحوال الرديئة احنا مسبحين موحدين منتصرين برب العالمين. نعود إن شاء الله الكريم.